السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحوش وأسراره. نتمنى يا رب العالمين أن كل يوم يفوت وكل جمعة تفوت على بيوتنا بالخير وبالمحبة وبالود، وإن شاء الله دائما مجتمعين في بيوت العيلة على الكلمة الطيبة، على الود الصادق، على الوضوح والصراحة مع بعضنا، نبعدوا عن قلوبنا الخبط والدسان وتكبير المواضيع واللوم، نخلوا البساط أحمدي بين بعضنا على قاعدة شاهي جنينة بعد الغداء وهدرزة جنينة مع الكبار والصغار، وإن شاء الله ربي يلمنا دائما على الحب ويبعد عن بيوتنا المشاكل. وأهلا وسهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجكم الحوش وأسرار. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحواء، وجب على الرجل النفقة على زوجته وعلى أولاده، كل على قدر سعته، يعني اللي سعته واسعة اللي رزقه واسع يصرف واجد، واللي رزقه شوية يصرف شوية، لكن المهم والشرط الأساسي أن الرجل هو اللي يصرف، هو اللي يعيل المرأة، تمام؟ حتى ولو كانت المرأة عاملة أو غنية وعندها ثروة، إلا إذا الشرط إذا كان الزوجة هي اللي عفاتها من أنه يصرف عليها. متفقين على هذا الأمر؟ يا ترى في بيوتنا الآن هل المرأة مجبرة على أنها تعيل في البيت، أنها تصرف على البيت، أو هي بإرادتها عفت الزوج من هذا الأمر، أو بإرادتها وافقت أنها تشارك في مصروف البيت والعيلة، أو هذا فرض المجتمع الآن، أو الكثير من التساؤلات اللي أنتم بتشاركونا فيها. الرجل والمرأة شاركونا سواء. وإحنا صح اليوم نتكلموا عن ليش وصلنا أن المرأة تصبح هي المعيلة، وهل موجودة عندنا المرأة المعيلة سواء ماديا أو حتى يصل الآن نفسيا وجسديا، وحنحكوا تفاصيل كثيرة في هذا الأمر. فالموضوع يهم بيوتنا، وصل إلى أن يسبب ضغوطات كبيرة داخل البيت، وصلت لا حول ولا قوة إلا بالله أحيانا حتى إلى التفكير في الطلاق وتهديم بيت مسلم. فمن المسؤول عن هذا الأمر، وليش وصلنا لهذا الأمر، وهل هو موجود فعلا عندنا الآن ظاهرة المرأة المعيلة اللي تصرف على البيت، اللي تتولى بمفردها رعاية نفسها وأسرتها ماديا، هل احنا في هذا الامر؟ شاركونا اكيد عبر تواصلكم معنا على الارقام اللي موجوده اسفل الشاشه، وكذلك على البث المباشر اللي يكون على صفحه قناه ليبيا الاحرار. بس زي العاده خلينا نمشي نشوفوا راي الشارع في هذا الموضوع وراجعين مع بعضنا. ظروف الناس توا، يعني بغض النظر انه في اللي يبدا الراجل يبدا ما عندهاش يعني جهد انه مقدور انه يعول العيلة، تعول المرأة عادي. السبب والله هي الظروف الحالية اللي تمر بها البلاد، وبعدين مش ماهيش ما في نظري اني ما نحبهاش انها عيب، يعني حاجة عادية يعني تعول اسرتها، يعني لانها الامر يعني عايد عليها، هي الفايدة المتعودة لها هي. لانها بنت نص، هي من قبل نص المجتمع، وتوا لبال الخدمة بالذات ما توفيش الراجل يعني حق الحوش كله، ما يقدرش يوفر احتياجات الطفل واحتياجات الحوش واحتياجات الأسرة كاملة، فحسها هي نص المجتمع المرأة. أكيد بدت حاجة ضرورية. ليش؟ أولا بتكون يعني بتعين مثلا زوجها، هذا السبب الأول، لأن تعرفوا أنتم ظروف الحياة كيف صارت وكيف كذا، يعني هي أصلا حتى المرأة تشتغل وممكن ما نعرفش، قصدي يا دوبك ملاحقين احنا نقولوا بالليبي، باهي هذه نمبر 1. رقم 2، كيف نقولها لك، رقم 2 ان مثلا المراه بتضطر انها تشتغل. ليش؟ احيانا تكون ارمله، احيانا بتكون مطلقه، بتكون ملزمه انها بتشتغل. صح، المراه يعني متواجده في اغلب المجالات، طبعا نتيجه الظروف اللي صايره الاجتماعيه والظروف المادية والاقتصادية في البلاد، رغم أن بلادنا ما شاء الله تزخر بخيرات ما شاء الله يعني، لكن في أسباب مخلية الأوضاع يا المادية يعني تقل وتضمحل، معناها في أسباب وراء الحاجات هي. فالمفروض يعني إحنا مجتمع ما شاء الله لبس بخيرات أهلبة، والحمد لله، والنساء ما شاء الله بدت تشتغل وكي، مفروض تكون العائل المادي يعني أكثر من هيك.
مشاهدينا الكرام رجعنا معاكم، وقبل لا نبدو هدرزتنا في موضوع اليوم زي ما تعودنا احنا ناخذوا ارائكم انتم، نظرتكم انتم في هذا الامر اللي قاعد يصير في البيوت. الخمس دقائق الاخيره هي اللي حنقولوا فيها الحل النفسي والحل السلوكي السليم لهذا الامر. نذكر ان تواصلكم معنا عما ان انتم تكتبوا تعليقاتكم على البث المباشر، او الاتصالات تكون عن طريق الرقم المباشر اللي موجود اسفل الشاشه او رقم الواتساب اللي موجود اسفل الشاشه. تمام. المرأة المعيلة تكلم متوى في الشارع وكل واحد أبدأ رأيه في الأمر، لكن حبيت ننبه بس لحاجة. رأوا لما نقول المرأة المعيلة، معيلة يعني هي اللي تعيل، هي اللي حاطة الجهد كله، ما نقصده أن مشاركة برضاها، لا، احنا قلنا أصلا حتى في وجوب نفقة الرجل على المرأة إذا هي عفاتها خلاص معاش عليه شيء، اللي تقول لها خلاص ارتاح زوجي حبيبي أنا حنعاونك، أنا حنغطي عنك مثلا مصاريف الأولاد، أنا برضاها براحتها. لكن حتى الرضا هذا هل هي فعلا راضية أو فرض عليها مجتمعيا أو علشان تكون في مستوى معين؟ تساؤلات كثيرة. بس قبلها خلينا نقوله، هل هي المرأة المعيلة الآن في مجتمعنا معيلة ماديا بس، أو أن احنا وصلنا إلى تكاتف أنواع الإعالة اللي موجودة، اللي هي أصلا المرأة أما تكون معيلة ماديا اللي هي تحط في فلوس، أو نفسيا لأن مثلا متحملة ضغط مثلا وجود زوج مثلا سيء أو عائلة مثلا مؤذية لا قدر الله بس علشان يستمر هذا الزواج، فهنا تعتبر معيلة نفسيا متحملة أذى نفسي، أو معيلة جسديا أنها هي تخدم فوق طاقة جسمها تمشي العمل وتروح الطيب وتكنس. فموضوع فكرة أنها تشارك الرجل في المدخول المادي وأين هو مشاركته في الراحة الجسدية، تفاصيل كثيرة أنتم اللي بتساهموا فيها رجال ونساء بمشاركتكم معانا، المتزوجات وحتى اللي هم يشوفوا، تشوف في أختها تشوف في حماتها، وأنت كرجل وين دورك في هذا الأمر؟ هل الرجل الليبي يوصل إن هو يرضى يكون قاعمز عاطل عن العمل وياخذ في فلوس ومرتب زوجته ويصرف به؟ هل هذا موجود في بيوتنا؟ البعض يقول لا احنا ما وصلناش لهذا الامر، انتم تبالغوا، هذا الكلام من عندكم. لكن الحقيقه ان الاستشارات اللي جينا ما تقول شك، الاستشارات اللي جينا نساء يبكن ويقول انا تعبت، انا معش قادره، انا زوجي مقعمز وفوق هيك مش بس ياخذ في راتبي ويصرف به، فوق هيك ياخذ به للاسف حق دخانه ويحرم صغاري من حاجه معينه، وفوق هيك معامله سيئه، فوق هيك ضغط من عائله وفوق وفوق وفوق. هل احنا موجود هذا الامر؟ وش اللي يخلي بناتنا يتحملوا هذا الاذى؟ وليه وصلنا ان يرضى الرجل الليبي اللي يضرب بشهامته وبكرامته الذاتيه اللي منها ان قوامته في الصرف على زوجته ان تكون زوجته هي المعيله؟ معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام طلاب. استاذ عيسى اهلا وسهلا بك، تفضل الهوا لك. نعم. مرحبا دكتور. اهلا بك، تفضل. الله يسلمك. نعم استمع لك، الصوت واضح دكتورة. طبعا تسمعيني؟ الصوت واضح ممتاز، تفضل. انا قلت لك انا نبي نتحدث على المرأة المعيلة. طبعا المرأة المعيلة هذه لها دور كبير في تربية الأسرة. نعم. والمرأة المعيلة راه 90% هذه يعني سبب نجاح الأسرة حيكون على هي، لان هي عالة زي ما قلتي انت، عالة نفسية وعالة مادية. يبقى انت حدد اي نوع اللي عليها نجاح المجتمع تربية اولادها، اي نوع من الإعالة؟ تفضل استاذ عيسى. أنا نحكي لك يعني من واقع تجربة، من واقع حتى يعني زي ما قلت لك، من واقع حتى الاحتكاك بالطلبة في المدارس يعني. كويس؟ نعم. أنا نعرف عائلات يعني من خلال تجربة شخصية، الأب ما لاش أي دور، يعني عبارة عن ياكل ويشرب والأم تصرف وتربي في العيال، والأم هي لها دور يعني زي ما تقولي دور محوري في الأسرة بالكامل. أستاذ عيسى علشان ما نقولكش ما لم تقول، أنت قلت الزوج ياكل ويشرب ما عنداش أي دور في التربية في الجهد البدني، بس هل حتى في المصروف المادي؟ ما يدخلش للبيت في مصروف مادي؟ حتى في المصروف، حتى في المصروف يا دكتورة، وعن تجربة عن واقع من قريب يعني. نعم، كم تكون النسبة هذه في نظرك بما أن أنت شاهد عياني؟ أنت مدرس أو موجود طلبة فأنت تشهد بهذا الأمر، فكم النسبة تقريبا في مجتمعنا عموما؟ نقدر نقول لك في مجتمعنا يعني من 15-20% حسب تقديري هيك. نعم، ممكن النسبة هذه تبان للبعض يعني أنها هي بسيطة، بس هي نسبة كارثية أنا في نظري. نعم. نقول لك انا يعني درجة ان مرات يعني نقول المراه هذه مظلومه مسكينه، يعني هي شن دور الراجل في الحياه هكي؟ اذا كان انت توصل بولي الامر ان احيانا جيت اناقش معك في المدرسه تقولي له ابنك ولا بنتك سنه كم يقرا، يقول لك ما نعرفش، بينما تلقى الام هي اللي متابعه وهي اللي متواصله وهي اللي تتواصل معك، فهمتي؟ فيعني في بصراحه يعني في 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 امور في الجانب هذا يعني انا حبيت اني اوضحها شويه.
راهو الأم 90% حتى لو مش لعالة مادية لكن لعالة نفسية ولعالة معنوية لها دور كبير في تربية. تمام أستاذ، أستاذ عيسى، أستاذ عيسى، أمهاتنا وعيات يعني. نعم. نعم أستاذ عيسى، عشان بس يكون كلامنا علمي وخاصة نحب الناس اللي عندها زي حضرتك معانا ثلاثة أو أربعة من المتصلين باستمرار معانا من أهل اللي مختصين في علم السلوك وفي علم التربية، احنا حددنا ان عندنا نسبه كبيره الان تصل الى انت قلت من 15 ل 20%، طبعا هذه مش نسبه سهله ان يكون هذا الرجل اللي يعتمد على اعاله زوجته حتى ماديا. فهل ممكن ان احنا نقسمها الى اجيال؟ يعني ليبيا حاليا نقدر نقسمها الى ستينات والسبعينات، الثمانينات والتسعينات وما بعد، ما بعد التسعينات. فاي جيل اللي يقع فيه هذا اكثر؟ أكيد في جيل عن جيل تفرق، في اللي المرأة فيه معيلة أكثر، هل هم الأزواج نقصد الرجال، الرجال يكونوا ستينات سبعينات مواليد أو ثمانينات تسعينات أو ما بعد؟ أنا نعطيك التحليل متاعي ومن خلال المتابعة يعني. نعم نعم. التحليل متاعي إنه يكون في فرق في مستوى المستوى العلمي بين الرجل والمرأة، ما لاش علاقة بالعمر. فالمرأة لما تكون لا يعني لا لا، أنا نقصد الأجيال أستاذ عيسى، لأن أكيد جيل عن جيل تفرق، الظاهرة تظهر في جيل وتنقص في جيل. فهل هذه يعني مثلا في الستينات ما كانتش واضحة ظاهرة المرأة المعيلة في ليبيا؟ أغلب الستينات كان الرجل هو اللي يعيل حتى لو كان خدمة يد، مش لازم مش حاجة علمية. فحدد لي الجيل، أنا تو ما نبيش نقارن بين الفرق العلمي بين المرأة والرجل، الجيل الأكثر يعني، يعني مع التسعينات، ممكن مع التسعينات وجاي تم تزيد قصة المرأة المعيلة نفسيا وماديا، تو من التسعينات وتعال جاي السنين الأخيرات يعني. هل في عذر واضح للشباب؟ دور معنوي كبير يعني. هل المرأة هي السبب لأنها هي اقتحمت المجال؟ يعني لما في الأول الرجل تقاعص يعني وبدأت الظروف تتعب، شت هي يعني شمرت عند راحة وقالت يلا نزلت سوق العمل، والرجل استكان لهذا الأمر، أو هي كانت يعني هيك اضطرار، أو هي من البداية كانت عارفة وراضية بهذا الأمر؟ لا، هو ممكن حتى في حاجة دكتورة، ممكن إن الظروف نوعا ما تجبر الشخص إنه هو يتراجع في بعض الأمور، فهمتي؟ نعم. فحتى مجتمعاتنا الناس أنت عارفة أي مجتمع فيه حروب، فيه كثرة مشاكل نفسية وكذا، فحتى الضغوطات النفسية لها دور كبير. نعم. تأثير يعني، فممكن تعرف مثل هو يكون يعني راتبة خلاص يعني يلا مغطي مصاريف الحياة الأساسية، فيضطر هو يعتمد على المرأة تشيلها أو تعاونها في أمور أخرى. لكن في السابق كانت يعني نوعا ما رواتب مجزية تغطي، لكن راتب توه حتى اللي يأخذ في 2003 ما عادش يغطي مصاريف الحياة. نعم. الدراسة في الجامعة، في الثانوية، في المدارس الابتدائي، فأصبح غصبا عنه يضطر مصدر بديل في الدخل. أحيانا الغالب هو بيشغل زوجته، يبي يدير أي حل أخر يعني. فمن هنا بدأت يعني في خلل بصراحة في الموضوع هذا شوية. نعم. حاب تضيف أي شيء أستاذ عيسى؟ أنا اللي بنضيفه أن أمهاتنا الليبيات أمهات قديرات يعني، مع احترام لهن وما شاء الله يعني كل يعتمد عليه في بناء الأسرة، ومهما يكون مستواها حتى لو كان مستوى ابتدائي، لكن بتبقى الأم زادت محافظة على ترابط الأسرة والاهتمام بها، وبارك الله فيهن. وفيك بارك الله الليبيات. بارك الله فيك أستاذ عيسى، جزاك الله عنا كل خير. طبعا أكيد إحنا لما نقول الكلام هذا مش معناه إن إحنا نقصوا من قيمة أولادنا وشبابنا، لا أكيد، لكن إحنا نبغوا نشوفوا وين المشكلة بالضبط. يعني زي ما قال أستاذ عيسى إن الرواتب لم تعد مجزية، يعني البات الراتب متاعها ما عادش بده يكفي. فكرة إن الزوجة برضاها تقرر إن هي تخدم وتساعد زوجها، تطلع إلى مجال العمل وتساعد زوجها ماديا أو تدير شغل داخل البيت، يعني تجيب قرش بالعامية بتساعد زوجها، هذا إحنا مش ضده، تمام، الحياة تعاون ومشاركة، بس هي خدت شغل زايد، مش المفروض حتى هو ياخذ جزء زايد؟ يعني اذا كان هي تدخل معاه في مصدر مادي، بس مش المفروض هو يعاونها في الاشياء اللي تاخذ منها الضغط النفسي والجسدي؟ يعني مثلا مش حتى تدريس الاولاد، مشاكل الاولاد، عوالة الحوش كلها، مشاكل اهله واهلها وكلها عليها هي. حاجه اخرى، يعني احنا وصلنا لدرجه ان ما فيش دخل نهائي للرجل نهائي، في سيدات يقولوا ولا قرش ما يخدمش، لا خاص ولا عام، بحجة أن لا توجد أعمال تستحق، ما فيش سوق عمل، بهي والمرأة اللي خدمت. يعني وصلت أن أنا يتواصلوا معايا ناس، وهذا طبعا مش أسرار ولا إخراج أسرار، بس لأن معانا اتصال هنقولها بعد الاتصال، وهذه موجودة في مجتمعنا الليبي بكثرة هننوع عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معايا أخي الكريم، منين تكلم فينا؟ عبد الواحد من وباري جنوب. أختي دكتورة، أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الواحد، وأهلا بأهلنا في وباري وجنوبنا الطيب، تفضل الهوالك.
والله الموضوع اللي اثرتموه فعلا موضوع ملموس اصلا. انا مرت علي حلبة حالات من الكلام اللي تتكلم فيه، وان الراجل معول على مرتب المراه، والمراه طبعا هي يعني وينها، وين صغارها، وين البيت، وين العمل، وين المرتب، ما تشوفش فيه. معناتها فعلا والظاهره هذه راهي من 15 20 10 سنوات ما كانتش عندنا يعني. يعني انت اكدت على النظريه اللي نقول فيها الاجيال، يعني انت تقول انها الستينات السبعينات ما كانتش موجوده يعني، ولا حتى الثمانينات زي ما قال الاستاذ عيسى من التسعينات وتحت يعني. مش موجوده والله. اذكر انا تجوزت في 94 دكتوره. نعم. وصيه الوالد لي قال لي اياك وفلوس المراه، جوزتك هذه فلوسها هي مدت لك هذا معاش ما فيش عيب، ولكن باش تتعول عليه والله انك تدير مهنه راس مال وانا كداش وانا كداش. لا تعرفي دكتوره فيه من ناس من قالت التوكيل والله حتى شن ينزل في حسابه ما تعرفش. نعم للاسف. نعم نعم يعني للأسف شديد. ولما تطلب حاجة تأخذها باسمها، ونحن كنا ممكن مرينا بالأمور هذه. وزادت وزي ما تكلم اللي قبلي قال لك الظروف المادية أصبحت صعبة والله، حتى لو كانت تبدأ المرة تأخذ في 2000 والرجل يأخذ في 2000، وأغلب الناس أصبحت ساكنة في الإيجار، وأصبحت حياة فعلا فعلا صعبة للغاية يا دكتورة حقيقة. أستاذ عبد الواحد، علشان بس في ناس مرات لازم نوضح الرؤية كويس، لأن في بعض الناس أحيانا تفهم الكلام غلط أو يوصلهم بمعنى مخالف. إحنا طبعا بغض نضع على الآراء الشخصية، بس احنا الفكرة في المرأة المعيلة احنا مش ضد الزوجة اللي تخدم وتعاون في زوجها، الحياة مشاركة، لكن مشاركة بهي شركاتك بينها تخدم انت فوش شاركتها. حاجة أخرى اللي تو أشرت عليها سيد عبد الواحد، أنها هي في الأول بدأت تخدم باش تعاون، بعد شوية لقيت روحها غصبا عنها هي تسأل في وحدة تقول لك أنا كأني معلش سامحوني على الكلمة انشحت منها شحاتة في ال5 دينار و10 دينار، وهو مرتبي أنا، بس هو زي ما انت قلت في اللي حتى ما توقعش اصلا عندها، وعندها وكاله تامه ومتصرف في كل شيء، وفي اللي وصلت لدرجه انك تقول بنيت انا وياه حوش ودرنا وبعدين جاب فيه زوجه ثانيه، وهذا موجود الان في مجتمعنا. فهنا في حتى في جوانب شرعيه في اكل مال الزوجه بدون رضاها، فتفاصيل كثيره اكيد انت تأيدها معايا استاذ عبد الواحد، ولو حاب تضيف شيء حضرتك. نعم نعم, نعم. لا لا بارك الله فيك وجزاك الله خير، ومواضيعك الشيقة هذه وبارك الله فيك وزيدك من نعيم إن شاء الله يا رب. وأنت كذلك بارك الله فيك. في انتظار تواصلكم معنا مشاهدين الكرام، اتصالاتكم تكون عن طريق الرقم اللي موجود أسفل الشاشة الاتصال المباشر، وأيضا رقم الواتساب، وكذلك إن شاء الله بعد الفاصل أني حنقرأ تعليقاتكم، بس ما زلنا مستمرين معكم ونستقبل في اتصالاتكم. حبيت ننوه لنقطتين قبل ما جانا الاتصال هذا وقبل يجينا اتصال آخر. وصلني أني ناس وسيدات يتواصلوا معايا تقول لي مثلا قريت أنا وياه صيدلة وتخرجنا يا السلام ما لقيناش تعيين في المستشفى ولا حاجة، أنا خدمت مدرسة وهو قعد يوم والتاني يمشي ويدير في أوراق وما حصل شيء، نقول له هيا قدم معايا في مدرسة هذه يبوا مدرسين كيمياء مثلا أو كذا، بغض النظر إن احنا نشوفوا إن المفروض الصيادلة ينعطاه لهم مكان عملهم وتخصصهم وإن خريجي التربية هم اللي درسوا مش موضوعنا، بس يقول لها مش مكاني والله أنا قريت وتعبت باش في الأخير نقعمز مدرس، ما هي تنوى مدرسة بنفس الشيء وشهادتها زي شهادتك. فهل أصبحت الرجل يعني يستسهل إن زوجته تخدم أي عمل، لكن هو لا يختار لنفسه أماكن معينة، وهذا مش ليا وهذا ليا، وهو اللي ضيق في سوق العمل مش فعلا، لأن لو كان سوق العمل ضيق بيليش النساء يلقوا في عمل؟ سؤال يطرح نفسه نبيكم تردوا عليه، وفي تساؤلات أخرى. بس معانا اتصال، السلام عليكم سيد عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد عمر منين تكلم فينا؟ من سويسرا. من جنيف سويسرا. سويسرا أنت من الخارج الآن، اللي جون أغلبهم من الجنوب، إحنا نبوا توازن، نبوا الشرق والغرب والجنوب وحتى اللي رؤيتهم برا. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، تفضل الهواليك. هاي بارك الله فيك. أولا جزيل الشكر لك أختي الفاضلة على هذا البرنامج الشيق الممتع الماتع المفيد. بارك الله فيكم. أنتم اللي برا ليبيا وتتفرجوا علينا، إحنا اللي بنشكركم. بارك الله فيكم. تمام هاي تفضل. نعم. بس مداخلة سريعة فيما يخص العنوان، أن هي ظاهرة، كلمة ظاهرة في حد ذاتها الحقيقة يجب أن نقف عندها كثيرا. نعم. هل هي ظاهرة أو مشكلة؟ هي مشكلة نعم موجودة، يقال والله أعلم إذا المشكلة تفوق 10% من حجم المجتمع ينظر لها يعني حينئذ أنها فعلا ظاهرة تحتاج إلى مشاكل. لكن هل اللي صاير في ليبيا أن الظروف الاجتماعية والمادية والدنيا الخاشة في بعضها ذا ما عرفنا كيف نطلع منها،
فيه مشاكل، المشاكل هذه لا ترتقي أن تكون ظاهرة. الظواهر عندنا ظاهرة الطلاق، ظاهرة العنوسة، ظاهرة وصلت وجهة نظرك أستاذ عمر، تسمح لي نناقشك؟ تمام، أنا حنقول لك حاجة بخبرتي، أني أنا مستشارة في المجتمع الليبي، وتجيني يوميا فوق 600 رسالة من سيدات ليبيات وعربيات، وأنا نخصص على الليبيات. إحنا نقولوا على الظاهرة، أصلا ظاهرة لما تفوت 30%، مش 10%، 30%. ليكن في علمك أستاذي الفاضل أن والله حقيقة نساء تجيني استشارات تصل نسبة أكثر من 30%، عشان هيك أنا طرحتها. أنا ما طرحتش كلمة ظاهرة المرأة المعيلة في ليبيا، يعني سابقا طلعت بحلقة هذه في قناة غير ليبية، وكانت ظاهرة فيها قناة عربية بدون ذكر الاسم، باي موجودة على الإنترنت، بس ما طلعتش بها في ليبيا إلا لما أنا حسيتها واقع ملموس. سيدات الليبيات الآن هم مش عارفوا ليش الرجال بس اللي اتصلت على سيدات، أكدوا للسيد عمر ولغيره، الآن تكاد يكون ما فيش مرأة ليبية مش معيلة، حتى اللي ما تخدمش في الدولة دايرة في بيتها مشروع بيتزا، تمام؟ مثل. وهذا طبعا مش إهانة ولا هو عيب إن الوحدة تساعد زوجها، لكن السيدات بدون مستنزفات في هذا الأمر، بدي عليهم ضغط نفسي وجسدي عالي جدا، وهذا اللي احنا ليش ذكرنا ان المعيله نفسيا وجسديا وماديا، لان الاعاله لها ضوابط. فاذا كان هي بس بتشارك في عمل وهو بيعاونها، مره يغسل المعين، يشد قر الصغار، يريحها من مشاكل اهلها وضغوطاتها واهلها، ويوازنوا الحياه، هنا يولي في توازن. لكن السيده العربيه والليبيه تحديدا بدات تقول، يقولوا لي هيك احنا نضربه في صغارنا، نحطه في غيضنا في صغارنا، احنا معاش متحملين الناس على خاطر احنا استهلكنا، نخدمه برا ونروح جرون طيب، وفوق هذا يضغط عليك، وفوق هذا وصلت لدرجة مش بس تعاون يا أستاذ عمر، وصلت لدرجة بعض ولداتنا وشبابنا الآن مقعمز في البيت وما يبيش يطرح سوق العمل، وهي اللي تجيب، هي اللي اضطرت لأن يبوا يجيبوا فلوس، فاضطرت تطلع شهادة قديمة أو حرفة قديمة وتخدم بها. أنا نكلم فيك والله من واقع، وللأسف هذه ظاهرة، وتقدر تخش تقرأ التعليقات اللي على البتة نطلع عليها كل شوية، النساء هم اللي يتكلموا ويحكوا في معاناتهم اللي قاعدة تصير داخل البيوت. أي إضافة أستاذ عمر؟ نعم، إذا سمحتي بسرعة يعني. نعم. لا، لك المجال، تفضل. أنا لا أختلف. أنا لا أختلف معك أختي الفاضلة فعلاً أنها موجودة، لكن هو لعل أنا أسأت التعبير أن المقصود هو استفراد المرأة بالإعالة الأسرة بالكامل. إذا كان فعلاً مرأة بتعيل الأسرة بالكامل، وعندنا زي ما قلتي رقم 30%، فمعناها هذه كارثة. نعم، كارثة أخي الكريم، وبالذات أنا تكلمت على الأجيال تحديداً التسعينات وتحت، للأسف أصبحت المرأة الليبية معيلة بالكامل، وهذه أنا نقولها وحاسب عليها، تمام؟ لأنني ندير في دراسات من خلال الاستشارات اللي تجيني أستاذ. بس فعلا إذا كان الأمر هكذا، هو نحن أنت سيدة متخصصة في هذا الأمر وكلمتك مسموعة، فأتمنى أن الأمر إذا كانوا فعلا ظاهرة يرفع للمسؤولين. المسؤولين الآن غير مهتمين في تقاسم الكراسي ومش عارف إيش الكلام الآخر اللي الله أعلم فارغ ولا مليان، لكن نعم. هذه الظاهرة راهي الحقيقة مهلكة للمجتمع. وحاب نضيفك أكثر إن فوق 40% من حالات الطلاق الأخيرة سببها المرأة المعيلة، تعبت معاش قادرة نكمل، أنا نصرف على أولادي بروحي، إذن هو يطلع على الأقل نفتك من مصاريفه، هيك يقولوا لي بالحرف، أني صارفة خلينا نصرف على روحي وعلى أولادي، مش حتى دخانة نعطي فيه في حقه. وصلنا للدرجة هذه أخي الكريم، عشان هيك احنا اخترنا الموضوع، وتقدر تشوف التعليقات قاعدات يتكلموا السيدات الآن، وصلنا لمرحلة أن معاش حتى بالصمت الآن بالعلن يتكلموا، احنا تعبنا. يعني تمشي لأهله وتقولهم أنا تعبت من ولدكم، ولدكم ما يبيش يخدم، أنا تعبت، خارج ليبيا وداخل ليبيا على فكرة. شكرا أستاذ عمر، وللأسف احنا مش فرحانين بهذا الأمر، لأن هذا أمر مؤسف، وإحنا نبغى نحطوا حل مع بعضنا، وإن شاء الله زي العادة الخمس دقائق الأخيرة اللي هي حنوجه فيها الحل، مستمرين معاكم أكيد مشاهدين الكرام. وأي موضوع احنا نطرحوه مش لأن احنا فرحانين به ولا نبوه، لكن لأن هذا واقع احنا عايشين في بلادنا، وإحنا نبوا بلادنا تكون أحسن، ونبوا شبابنا وبناتنا يبنوا على أسس صحيحة. ومش غلط الزوجة تعاون زوجها ماديا، ومش غلط هو يعاونها جسديا ونفسيا، لكن الحياة تعاون. وبإذن الله هنكملوا مع بعضنا التفاصيل بعد الفاصل. ما تنسوا جهزوا اتصالاتكم على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة، وكذلك اكتبوا تعليقاتكم، والسيدات اللي هم مش قادرين يتكلموا بوضوح على الهواء مباشرة اكتبوا تعليقاتكم. نطلع مع بعضنا فاصل وراجعين.
بين تونس وليبيا، هذه النقطة الكحلة اللي فيها احنا مثلث تمامه. بالله شوفوا شوفوا المهاجرين اللي جايين، بالله عليك وزارة الاعداد قاعدة تتوافق من غادي، بالله عليك المنظمات الدولية وين؟ تعالوا نس درجة الحرارة تو الساعة كم؟ بالله درجة الحرارة كم؟ 48 49 الساعة 3 والله يشتد ملوحات غادي والله يشتد درجات ما تصفش بكم، قصدي مش الدرجة دي تطلق من تونس دخل ليبيا صحراء لميه لايكان شمس درجه حراره 50. شوف بالله يا عيي قديش عمره، بالله تعالوا شوفوا وثقوا بس منظمات دوليه من بالله عدي دول تعال بالله درجة الحرارة توا 50، عين صغير عمر 3 شهور 4 شهور. انتوا وين ماشيين انتوا وين؟ يا وين يا دولة وين؟ يا تونس وين يا تونس؟ حرام عليكم اللي تديروا فيه، هذا الحق راه بالجي بي اس بنكتبوا عليكم. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام من جديد والسلام عليكم مرة تانية، بس لأن في اتصال يتسنى معنا خلنا ناخدوه وحنقرأ بعض من تعليقاتكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا معايا، من معايا أخي الكريم ومنين يتكلم فينا؟ نعم. ميلاد من زليطن. ميلاد من زليطن. ميلاد من زليطن. أهلا وسهلا بيك وبزليطن بلد القرآن، تفضل الهوا ليك. هاي الله بارك فيك، مشكورة والله على البرنامج، برنامج هو شيخ وفي أهداف هلبرة، بارك الله فيك. نعم. ومشكورين على هذا الطروح. نعم. لكن عندي سؤال معين بس معلش. نعم. الموضوع هو على تو المرأة العاملة وال لا المرأة المعيلة مش العاملة، احنا نتكلم على الإعالة وليس العمل أستاذ ميلاد. اللي عالم على تعاون في زوجها وتعاون في نفسها هي على حسب الظروف الموجودة. نعم. ما هي سؤالك؟ وكان قديما في الظروف القديمة ولا في الأجيال القديمة كان اللي عالم ديما الرجل. نعم. كان الرجل هو يتكفل بالمرأة بكل شيء. نعم. قد يكون من حل الزوجة، من حل المرأة أو من وهذا من شروط القوامة أصلاً، هو كيف بيكون قوام عليها لو ما صرف عليها. نعم مظبوط. نعم. لكن كاين حتى حق المرأة قديماً مهضوم مرأة. نعم. حتى في الأجيال القديمة كان حقها مهضوم. نعم أستاذ ميلاد ننتظر في سؤالك أنا، تفضل. إيه ولكن تو في الأجيال الجديدة من التسعينات تعالي جاي. نعم. الأسرة أو المجتمع الليبي تغير جذري. نعم. كان معتمد على الأب وعلى الأم وعلى الخال وعلى العم وعلى الأخ وعلى الأخوة، تو بدأ معتمد على نفسه. رأى هنا الفرق اللي صار بين الأجيال بالنسبة في ليبيا، رأى الأجيال تغيرنا تغيير كامل. كان المسؤولية الأب مسؤول، الخال مسؤول، الجار مسؤول، القريب الخو مسؤول، تو بدأت منصورة، بدأت كل واحد مسؤول عن نفسه. تمام. ليش المرأة تجد إلى العمل؟ باهي في رأيك يعني أنت تبي تقول أنا اللي فهمت منك وقول لي أنا فهمتك صح ولا غلط، أنت تبي تقول بسبب أن العلاقات الاجتماعية ضعفة، الترابط الاجتماعي ضعف، بدأ كل بيت مسكر عليه روحة، فبالتالي الأسس الصحيحة للرجولة بدأت تختفي، فبدأت المرأة تزاحم في الرجل في هذا الأمر ويتقاعس الرجل عليه. هل هذا اللي أنت تبي تقوله، أن المشكلة عندنا اجتماعية؟ اجتماعية الوحدة وتان حق الدولة مشاركة فيها. تمام. الدولة بعد لو عندنا مشاكل في التدريس، احنا عندنا مواد ماشي يقرن فيها. هل أستاذ ميلاد، هل الدولة لما يقدموا ملفين مرأة وراجل تقبل المرأة وتلز الراجل مثلا لما تقول هيك، ولا الراجل هو اللي ما يبيش يكون مدرس؟ يعني لما انت تقول ما نقول لك ليش يا دكتورة. معلش شوية بس معي. فضل. أنا تو نسمع في دورة في زليطن دائرة نقابة
الاطباء في صديتن بقى تمام يوم. تمام طالبين عضو نسائي ان اعضاء نسائيه بس قد هيك يقولوا الحضور فقط للنساء فقط للنساء فقط نساء بس نساء بس تمريض للاسنان باي ومعتمده من الدوله ومعتمده من النقابه بان تطلع هي مساعده دكتور في عياده اسنان وعنصر نسائي فقط. طبعا لو كان نساء ولادة التخصص كنا قلنا معقول بس أسنان يعني ما هو برضو فيه رجال بيجوا بيكشفوا على الأسنان. والله نعم. والله أستاذ ميلاد طبعا حاني سجلت ملاحظتك أستاذ ميلاد وحنرد عليها إن شاء الله في إن شاء الله الكنترول يذكرني 6 دقائق اليوم نبو مش 5 رجع معنا أستاذ ميلاد وعندك الكليات حتى أن أكثرتهم اتجاه بناتي كيف؟ الأولاد ما عاش عندهم حقوق ما عاش عندهم كيف؟ الشباب كيف وضحها لي هذه كيف كيف لو شرحت لنا في موضوع الدورات أنه يشرطوا نساء فقط بس جامعة اقنعني كيف مع كل النساء حتى الدورات أنت تو الرجل ما عاش عنده يقول له عدي للشرطة عدي للجيش عدي لأشبه شنو بس شكرا وصلت وجهة نظرك مجال النساء استاذ ميلاد يعني وجهه نظري واحده من الدورات هيك تمام عنصر نسائي فقط انا وصلت عندي وحنسجلها من الملاحظات وحنقول ونعلقوا عليها احنا ديما في الدقائق الاخيره نوجهوا في الحل اللي طالع منكم انتم يعني انا مثلا فكره ان الدورات اصبحت مشروطه للنساء فقط هذه سمعتها توا منك انت يعني انا ما كنتش سامعه بها في التعليم في بعض الخصوصيه بس في الموضوع هذا سمعتها منك وعلى العهده على الراوي انت اللي قلت لنا هذا الامر فاحنا بناخذوه بمصداقيه تامه اكيد بارك الله فيك وهذا اللي نبوه هذا علاش نقول لكم احنا الحوش شكرا استاذ ميلاد هذا علاش نقول لكم الحوش واسراره انتم المساحه هذه ليكم طلعوا قولوا كل شيء صوتكم يوصل صوتكم يحدث التغيير لكن لو قعدتوا ساكتين عمره مش حيحدث التغيير قبل ان نقرا التعليقات وفي انتظار اتصالاتكم انا لاني شفت بعض التعليقات اللي قالوا ان ما هي المراه تخدم وهو ما هي البيت وكذا انا حابه ودي استشهد بخديجه رضي الله عنها وارضى حابه نقول لكم حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجه وهي غنيه ما كانش تعطي فيه في الفلوس صدقة حاشا كان يخدم عندها وكان يتعب ويجتهد وضاعف لها فلوسها أولا ثانيا هذا شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم عندها يعني كانت تعطي فيه في حق خدمته ماشي فما كانش تصرف عليه هذه أول نقطة ثاني نقطة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم في عقلها ويحترم في تفكيرها يعني مش يجي ياخذ فلوس منها ويسفها ويقول أسكت أنت مالكش علاقة أنت ما تتكلميش أنت مالكش دعوة زي ما يقولوا بعض النساء توا ويشكوا من الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم كان وفي لها الرسول صلى الله عليه وسلم ناض عشان يسلم عليه عجائز وغارت عائشة وقالت له من هذا وقال هذوبا صاحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاه وهي كانت ميتة وفاء وإخلاصا لها فمعليش لما ندوروا مقارنات ندوروها صحيحة باي خلينا نقروا بعض تعليقاتكم وننتظر اتصالاتكم وكنترولنا بالله ينبهوني في 6 دقائق الأخيرة علشان نقولوا الحل للناس أميمي تقول بس على فكرة أن أيضا في نساء هل بساهمت في بداية الحياة في جعل الرجل متأخر عن الصرف لأنها كل ما تستحق تصرف من راتبها وبعد يكمل للراتب تدور في مصادر دخل أخرى وبدأت جميع المشاكل في رأسها هيك بمعنى تاني تناست أنها أنت يعني في بعض التعليقات مبكري لفتت نظري ونبي نقراها الاسم أسماء تقريبا تقول شنو المطلوب في الأخير تو المرأة تعيط لها 3 سنوات للأسف كلمة مش حنقولها اللي هي كاتبتها على المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الليبي أغلب الرجل أعطوا مساحة للمرأة تخدم وسيارة وتشيل وتجيب وتطلع برا الحوش وتعمل نقط أسماء بنتي الحبيبة عصام 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 سيد عصام تمام أول حاجة إحنا أبداً لم نطالب في الندية بين المرأة والرجل وإحنا ضد الندية بين المرأة والرجل الله سبحانه وتعالى خلق المرأة والرجل يكمل كل منهما الآخر للرجل عليها القوامة ولها هي التقدير والاحترام بما فضل الله بعضهم على بعض هذا موضوع إحنا مش إحنا اللي طرحناه فالحقيقة أن المرأة الليبية تحديداً الدعوات اللي تدعو للندية راه والله ما تجيش نسبة هذه هي اللي مش ظاهرة لكن سلط عليها الضوء وأخذت هي المساحة الكبيرة المرأة لما تجد من يقدرها ومن يضعها في مكانها المناسب عمرها مش هتزاحم وجود المرأة في منصات العلم وجود المرأة في منصات العمل هذا راه حتى الصحابيات كانوا فيه
لكن كان الرجل هو اللي ياخذ في الدور الاعلى، عشان انت باش تكون رجل وتدير قوامتك انت كيف بتقولها ديري هيك وما ديري هيك لو انت مش صارف عليها، لو انت بالعاميه مش مغطي عينها، فلازم نوزنها بميزان صحيح. تمام. في تعليقات بس هي ضاعت اللي كنت نبي نقراها. في سيدة الاسم مش واضح عندي، غادة تقريبا، تقول للأسف أصبح حتى أهل الزوج يقووا في ولدهم، علاش ما تاخدش مرتبها وتصرف معاك؟ يعني نعرف واحدة قالت لكنتها شدي روحك معاش تصرفي باش مرتب ولدي، باش مرتب ولدي زوج المرأة هذه يساعد خوف في الحوش. يعني تقصد أن الأم تقول لكنتها خلي فلوسك للصرف لأن ولدي بيساعد خوف في الحوش. قصدي شوفوا لوين وصلنا لأي درجة. نسيبة الحارة تقول مساء الخير، أنا من الحالات يلي نعول في أولادي أو نعول في أولادي في ظل وجود زوجي للأسف وهو بكامل العافيتة. يعني هذا الكلام مش احنا، هذا تو المتابعات يقولوا فيه. والكثير من التعليقات منها زمردة تقول شغل الزوجة ومساعدة الزوج ليست عيب، نعم، ولكن البعض منهم لا يشتغل ويترك في المسؤولية كلها عليها وياخذ في مرتبها كله ولا يساعدها ماديا ومعنويا. والكثير من التعليقات تقدروا كلكم ترجعوا لها. وأكيد احنا يعني دائما نقولوا احنا والله مش فرحانين بهذا الأمر، ولا نقولوا فيه احنا مش في منافسة ولا انا في حرب. بالله عليكم الرجال والنساء في بلدي الحبيب احنا مش في حرب، احنا في حالة تكامل، نبوا نرجعوا بلادنا تكون كويسة ولداتنا يتربوا ببيئة كويسة. احنا مش ضد المرأة اذا كان احتاج الزوج انها هي تعول معاه انها تساهم ببعض المدخول المادي، لكن مش معقول ان هو ياخذ فلوسها ويضغط عليها ويهينها ويبهدلها ويبدا عليها هي تدرس تقرايه العويله والتفكير من الخبزه الى اقساط المدارس والعلاج وكل شيء على راسها هو، باين مال انت دورك شني؟ وفوق هيك مش عاطيها حتى احترامها وقدرها. بنوزنها لو هي اللي بتصرف بتولي القوامه لها عليها الحال. ومعانا اخر اتصال في حلقه اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، من يتكلم فيه ومن وين؟ أنا معك دكتور محمد من ألمانيا. أهلا وسهلا دكتور محمد، تفضل هوالك. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. أول حاجة نشكركم على هذا البرنامج الشيق والرائع. نتكلم باختصار، الموضوع طبعا حساس جدا. نعم. وفي نفس الوقت هو سلاح ذو حدين لينا احنا بالذات اللي موجودين في الخارج. نعم بارك الله. في بعض النساء يعني يعني هم نفسهم يفرضوا على الازواج انهم هم يتعاملوا معهم بطريقه حتى انت تسمعي معي. علاش مثلا في بعض الازواج يهددوا بالطلاق لو ان هي مثلا والله ما خدمتش، خصوصا احنا زي ما قلت لك احنا في بلاد الغربه هذه. احنا في بلاد الغربه مثلا لما يكون زوج وزوجه من غير اهل ومن غير ما يكون عندهم ناس مثلا ترعى الاطفال، الحاجه الوحيده احنا عندنا اللي بنحطوهم في مثلا في روضه وهذه بتكلف فلوس هلبه خاصه على الرجل. تمام. المراه تفرض على نفسها انها تبي تشتغل وقت طويل، وفي نفس الوقت يعني قلت لك توصل حتى مرات للتهديد وتستخدم حتى القوانين الاجنبيه اللي هي في صراحه ضد الرجل. فهي هنا بتوصل لمرحله بتقول لك والله انا بنخدم وبتبي تشتغل، وفي نفس الوقت يعني بتكلف الرجل اتعاب الروضه اتعاب ثانيه اكثر مما يتحمل الرجل. يشتغل الرجل في خدمته وفي نفس الوقت المراه تشتغل في خدمته بخدمتها. هنا عندنا في مشكله ان المراه يعني اخذت من وقت الرجل او اخذت من شيء معين من الرجل. بس علشان ضيق الوقت استاذ دكتور محمد، لضيق الوقت ولان لازم نختمه بالحل للناس، بس انا حابه نقول لك كم من اللي عايشين برا هيك الوضع، لان الكثير من الليبيات تحديدا اللي عايشين في الخارج بالذات المفادين للدراسة وخاصة مع وضع، طبعا هذا بروحه موضوع تاني، وضع المنح الدراسية المتبهدل اللي يجيهم بعد 6-7 شهور والظروف القاسية اللي يعانوا منها المفادين للدراسة، تقول أنا اضطريت خبزة صغاري معاش فيه اضطريت نخدم وهو يقرأ تعود عليها وتخرج، وفي اللي حتى ما بيش يرجع للوطن وهذا موضوع تاني وطلت هي اللي ديما تصرف. أنا ما تكلمش على النقطة هذه بالذات لأن هي فالموضوع قصدي متشابك أستاذ. نعم الموضوع متشابك بالكامل. الموضوع متشابك أستاذ محمد. مكفي بيته بالكامل. نعم. نقصد أنه هو الرجل والكافي ومكفي بيته بالكامل. تمام. أنا قصدي كم هي الحالة اللي أنت هذه ذكرتها اللي هي ضبطت عليه ودارت القوانين الأجنبية. يعني مثلا في
نعم. إيه في ألمانيا مثلا احكي لك هنا توصل حتى نسبة 45%. العرب يعني ولا الليبيين؟ مش بسيطة يعني فوق 10%. عرب ولا ليبيين؟ عرب ولا ليبيين؟ ليبيين نعم. الله المستعان. حنوجه لهم كلمة إن شاء الله، حنوجه لهم كلمة. شكرا أستاذ محمد. بس على دكتور محمد عشان ضيق الوقت نعتذر منك، وصلت فكرتك، حنعلق عليها بإذن الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شكرا، شكرا لكم جميعا. الحلقة اليوم معنا على المرأة المعيلة، بس كل الاتصالات كانت رجال. طبعا احنا لا نتهموا شبابنا وليداتنا وخييننا ولا نتهموا في بنياتنا، هي الفكرة في الموضوع توازن. اللي صار نعم الكل مشارك فيه، أبدو من الدولة إلى الأهل إلى الزوجات أيضا مشاركات. من البداية لابد أن احنا نضع ضوابط صحيحة نتعاون فيها جميعا. فهنا رسالة لدولتنا الحبيبة، ياريت نفتحوا مجال لشبابنا للعمل. يعني زي ما قال البعض أن يعني هذا كلام مش من عندي، الناس هي اللي اتصلت وقالت أن تجي دورة ويقولوا للنساء فقط. طبعا هذا أمر غير معقول، الشباب يبوا يخدموا في الإسعاف، يبوا يخدموا في أي مجال يجيبوا منا فلوس، فنهيئوا لهم هذا الأمر، ما يكونش الأعمال هذه مقتصرة على النساء فقط. أيضا شبابنا اللي بيكتسب القرش يكسبه بأي طريقة. أنا من كم يوم على قناة الأحرار في برنامج الصباح شفنا شاب ليبي وصل إن فيه جهة غير ليبية تعاقدت معاه على الشغل هو يدير فيه بدون تفاصيل، على شغل هو يدير فيه على الإنترنت. يعني الإنسان اللي بينجح وبيخترع يطرق على باب العمل والقرش يقدر يجيب قرش. وطول عمره الرجل اللي يبي يصرف على بيته وعيلته ما يعيباش أي عمل هو يبي يديره، لكن انقعمز وقول هذا العمل ما يناسبني وهذا ما يناسبني ما ينفعش. الزوجة إنها تشارك زوجها بالعمل أمر طيب لا بأس به، يعني إنها الزوجة تشارك زوجها وتخدم في حال إن الأمر ما يردش على صغارها وما يسيبش بيتها وحياتها لا بأس، شرط زي ما هي بتعاونك في العمل عاونها في البيت، عاونها في نفسيتها، طبطب عليها. والمرأة احيانا انت اللي تدفي في الرجل انه هو يقعد من غير عمل، لما تعوديه ان انت تعطيه كل شيء من اول يوم، وانت زي ما قالوا البعض من اول يوم وانت تصرف وانت دي اكتفي بالوضع اللي، لان في بعض الزوجات زوجها قدره انه هو يصرف على البيت بمعدل جيد، هي تبي جيد جدا او الممتاز من الوضع الحياه، فتقعد هي تصرف وتجيب من هلها وتدير، هو ما يقدرش عليه هذا الامر. انت من بدايه من الخطبه اعرفي ظروف زوجك الماديه اللي انت تقدري تعيشي عليها، عيشي على قدر زوجك، وفلوسك خليهن على حاجاتك الخاصه لو انت تبي او بتساعدي، لكن بإرادتك، ما تديريش حاجة مضغوطة عليها وبعدين تقولي هو ضغط عليا. والأزواج بالله عليكم خلي الزوجات عندهم بعض الخصوصية في مالهم، يعني فكرة إن كل فلوس هيكون ليك وانت اللي توقع وتقعد تطلب منك في فلوسها، راهو الأمر هذا حتى لو هي بينت لك إنه عادي بس هو مضايقها. ببساطة احنا محتاجين نرجعوا الأساس الصحيح، احنا ضد ان تكون المرأة والرجل زي بعض، عمرهم ما حيكونوا ولا حيكونوا. من لما بدأت الدعوات هذه واحنا بدينا التالي، المرأة مرأة والرجل رجل، كل واحد عنده وظيفته اللي يقوم بها. أصلا باش الرجل يكون قوام على المرأة وهي تسمع كلمته ويقول لها حاجة وتحترم رأيها، لازم هو يعبي عينها، يعبي عينها انه يكون قد المسؤولية، يصرف على بيتها وعلى صغارة، كل على قدر سعته. وهنا ركزوا على النساء، سعة الراجل، ما جيش تاخذي رجل عنده ظروف معينة وبعدين تقعدي تشرطي في أشياء أكثر منها. نوازنوا الأمر بين الطرفين ونحاولوا أن احنا نمشوا بحياة سوية. اضطريت أنت لأي وضع أن زوجتك تعاونك لا بأس، بس عاونها أنت، لا بأس لو غسلت المعين، لا بأس لو شديت الصغار قريتهم، لا بأس لو أن فلوس هيقعد عندها وهي تساعد بالنسبة اللي هي تبيها، لأن أنت بدون ما تندري توجه في زوجتك لضغط عالي. والكثير من البيوت الآن يعني معبية بالمشاكل، وأصلا الزوجة بدأت تنفر من زوجها وبدأت عينها هو ينقص في عينها لهذا السبب. مجال البحث عن الأمل العمل مفتوح وعمره ما كان محدود لا في خاص ولا في عام، اللي يبي يجيب الرزق يتكل على الله ويسعى وربي حيرزقه. وكل ما حاولنا نحن نرجع لشرعنا، نرجع لسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونكونوا زي هن زمان ونرجعوا طريقة أبائنا القديمة وأعرافنا الكويسة، هيرجع الخير يعم بيوتنا. وربي إن شاء الله يبارك في كل بنياتنا ووليداتنا. وهنا نصيحة لكل شبابنا، حاول أنك أنت يكون عندك مدخول، مش مهم قيمته، المهم يبدأ عندك مدخول حفاظاً على رجولتك. وأنت بنياتي حاول أنك نتنقصن شوية من الضغط على الشباب، لأن حتى مرات بنياتنا يتطلبن في أشياء هي تخدم، لأنها زي ما قال السيد اللي من ألمانيا، لأنها هي تبي وضع معين فتكلف على الرجل ظروف أخرى ونخشوا في مشاكل لها أول ما لهاش تالي. إن شاء الله ربي يحفظ بيوتنا ويعمرها بكل الخير، وما فيش أحسن من الوضوح. اتضايقتي تعالي قولي لها، احتجت لها تعالي قولي لها بكل وضوح وصراحة، ورد بالكم تدخلوا أي أطراف أخرى بيناتكم في ظروفكم المادية. هذا أمر يخصك أنت وزوجك، يخصك أنت وزوجتك، ما فيش داعي أي حد يعرف تفاصيل أخرى. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى أن دائما بيوتنا تكون عامرة بالخير، وما تنسوا دائما الخلاص
في الإخلاص. في أمان الله.